دي الشهير أنور قرداغي، لماذا توقفت الأوتار عن التمازج معه؟ الجواب مع الزميل محمد سيد محسن الذي زاره في منزله وكشف عن بعض منأهته. أنور قرداغي أو بلبل الكرد كما يحلو لفناني كردستان العراق أن يدعونه، ترك آلته التي صدحت طيلة 3 عقود من الإبداع، وأجبرته حادثة سير على التزام الفراش، فلم يعد يستطيع استخدام آلة الكمان التي رافقته طيلة أعوام إبداعه. يعني صار لي أكثر من 30 سنة، حوالي 37 سنة ويا الموسيقى أعيش في هذه المدينة. كثير من الطلبة الموجودين حاليا هم اللي يعني درستهم وأني أعتز بهم، هم أحبائي، فكلهم زاروني خلال هذه الفترة. إن شاء الله أتمنى له حالتي تتحسن أرجع لهم. لم يحتفي بقرداغي طلبته في معهد الفنون الجميلة فرع الموسيقى فقط، بل احتفى به أيضا الرئيس العراقي جلال الطلباني الذي تكفل بمصاريف علاجه، فالجميع هنا يعده ثروة قومية كردية عراقية. محمد السيد محسن، MBC السليمانية. عن 73 عام